السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نتعرفوا على الجزء الثاني من درس أمثلة للتأثيرات الميكانيكية. اللي مازال ما شافش الجزء الأول غنخلي لكم الرابط ديالو في أسفل ديال هذا الفيديو هذا. الفقرة اللي غادي نتعرفوا عليها في هذا الجزء هذه هي القوة الضاغطة، مفهوم الضغط. غادي نبداو بإبراز وجود القوة الضاغطة، بمعنى غادي نشوفوا شنو هما الأمثلة اللي كتدلنا على وجود هذه القوة الضاغطة هذه. عندنا إذا ملأنا نفخ بكمية من الماء نلاحظ أنها تأخذ شكلا كرويا، وذلك نتيجة تأثير الماء على سطحها الداخلي. وهذا التأثير ديال الماء فهو تأثير تماس موزع. دونك عندنا هنا مثال في هذه الصورة، إلا خدينا واحد النفخة عمرناها بالماء كنلاحظوا بأنها كتاخذ شكل كروي. هذا الشكل الكروي بسبب ماذا؟ بسبب التأثير ديال ذاك الماء اللي كاين في الداخل ديالها. وهذا التأثير ديال الماء فهو تأثير تماس، لأنه في تماس مع النفخة، ثم موزع يعني كيأثر على جميع أجزاء أو الأرجاء ديال النفخة. إذا هذا الشكل اللي كتاخذوا هذه الكرة هو نتيجة ديال واحد القوة اللي كيطبقها الماء على النفخة. كاين مثال آخر، عند نفخ إطار عجلة بواسطة مضخة الهواء يتغير شكله وتزداد صلابته، مما يدل على وجود قوة ضاغطة يطبقها الهواء المحصور على الجوانب الداخلية للإطار، وهو أيضا تأثير تماس موزع. مثلا عندنا هذا الإطار ديال العجلة شومبري كما كنسويه بالدارجة، هذا ما كيكونش الشكل ديالو بهذه الطريقة هذه، قبل ما نفخو كيكون الشكل ديالو بواحد الشكل آخر، بينما ملي كنفخو يعني ملي كنضيفو ليه كمية من الهواء الشكل ديالو كيتبدل، كيولي الشكل ديالو كما كتشوفوه هنا في الصورة، وكتزاد الصلابة ديالو كيولي قاصح. دونك كتزاد الصلابة ديالو شنو كيدل؟ يدل على وجود قوة ضاغطة، يعني كيدل على أن واحد القوة كتطبق على هذا الإطار هذا. شكون اللي كيطبق عليه؟ كيطبق عليه الهواء اللي كيتوج في الداخل ديالو، وهاد القوة اللي كيطبق عليه الهواء في الداخل ديالو فهي تأثير تماس، لأنها كتقيس في هذا الإطار، إذا تماس ثم موزع. علاش؟ لأنها كتأثر على جميع أرجاء ديال الإطار. دونك هاد الأمثلة هادو اللي شفنا، هاد الأمثلة شنو كدل؟ كدل على وجود واحد القوة ضاغطة. إذا نسمي القوة المقرونة بهذه التأثيرات القوة الضاغطة. إذا القوة مطبقة من طرف الماء على النفخة، والقوة مطبقة من طرف الهواء على الإطار، هما اللي كنسميوهم القوة الضاغطة. إذا القوة الضاغطة هي واحد القوة اللي كيطبقها واحد الجسم، واحد سائل معين، إما سائل أو لا هواء أو لا غاز بصفة عامة، على واحد الجسم آخر. إذا هذه كنسميوها قوة ضاغطة. دونك بعد ما تعرفنا على هذه القوة الضاغطة نحاولوا نتعرفوا على المميزات ديالها. المميزات ديالها يعني الاتجاه ديالها، يعني خط سير هذه القوة الضاغطة كيفاش داير. دونك عندنا مثال، خدينا هنا واحد القنينة، هذه القنينة أو القارورة مملوءة بالماء، ملي حدثنا بها بعض الثقاب دونك شنو وقع؟ أولا إلا خدينا هذه القنينة هذه فهي كتخضع، هذا السطح ديال القنينة كيخضع واحد القوة ضاغطة. هذه القوة الضاغطة اللي كيخضع عليها هي القوة اللي كيطبق عليه السائل، الماء اللي كيتوج في الداخل ديالها. دونك ملي حدثنا عليها بعض الثقوب شنو لاحظنا؟ لاحظنا خروج الماء بشكل عمودي، يعني عمودي على سطح ديال القنينة، عمودي على سطح القنينة. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن الاتجاه ديال هذه القوة الضاغطة فهو عمودي على سطح ديال القنينة. دونك عندنا هنا عند إحداث ثقب بالقارورة والنفاخة يتسرب الماء والهواء عموديا على سطح تماسهما. إذا كما شفنا هنا الماء كيتسرب عمودي على سطح تماسها. مع القارورة والنفاخة نستنتج أن خط تأثير القوة الضاغطة التي يسلطه الهواء أو الماء على جسم ما عمودي على سطح هذا الجسم. دونك هنا ما تشوفوش انتم في النهايه، شوفوا هنا في البدايه ملي الله كيخرج الماء، ملي الله كيخرج الماء كيفاش كيكون؟ عمودي. السبب ديال انه كيميل هذا بسبب الجاذبيه، انه كتجر نحو الاسفل. اذا حنا كنشوفوا منذ ملي الله كيخرج من القاروره، اذا فهو عمودي على سطح تماسها. كاين مثال اخر ديال هذا البالون هذا، النفاخه، دونك ملي كيخرج فيها الهواء كذلك فهو كيخرج بشكل عمودي على سطحها. شنو نستنتج هنا؟ نستنتج بان هذه القوة الضاغطة الاتجاه ديالها فهو عمودي، خط التأثير ديالها فهو عمودي على سطح التماس، على سطح هذا الجسم عفوا. ملي كنقول عمودي بمعنى انه كيشكل لنا واحد الزاوية قائمة على سطح هذا التماس. دونك بعد ما تعرفنا على الاتجاه ديالها الان غنمروا المفهوم ديال القوة الضاغطة. شنو كنقصدوا بالقوة الضاغطة؟ القوة الضاغطة هي قوة التماس الموزعة المطبقة من طرف جسم صلب أو مائع. مائع هما السوائل أو الغازات، الأجسام المائعة في سنة أولى إعدادي هما الأجسام السائلة والغازية، على سطح جسم في تماس معه.
وهذا خط سيدي هذه القوة فهو عمودي على سطح الجسم الذي تطبق عليه، أما شدتها فتتعلق بمساحة تماس الجسم. إذا نعيد، قلنا القوة الضاغطة هي قوة التماس الموزعة اللي كيطبقها إما جسم صلب أو سائل أو غاز على سطح الجسم في تماس معه. مثلا ياخدين هذا البالون، هذا النفخة في الداخل ديالها كاين الهواء، هذا الهواء كيطبق واحد قوة تماس موزعة على السطح ديال البالون. هذه القوة التماس الموزعة هي اللي كنسميوها القوة الضاغطة. خط سيدي هذه القوة الضاغطة فهو عمودي على سطحها، إلا جاب الله درنا واحد الثقب في هذه النفخة الهواء كيخرج بشكل عمودي، إذا خط سيدي لها فهو عمودي على سطح الجسم، إذا عمودي على النفخة. أما شدتها فتتعلق بمساحة تماس الجسم، الشدة ديالها كتعلق بالمساحة ديال التماس، يعني المساحة واش كبيرة أو لا صغيرة. من بعد غادي نشوف كيفاش ممكن نحددوا هذه الشدة هذه. إذا اللي مهم هنا هو خصكم تعرفوا التعريف ديال القوة الضاغطة، وتعقلوا على أن خط سي ديالها فهو عمودي، ثم أن الشدة ديالها فهي عندها علاقة بالمساحة ديال الجسم. إذا غنمروا الفقرة الموالية، الفقرة الموالية هي تعريف الضغط. إذا يعرف الضغط بالعلاقة التالية، الضغط هو اللي كان مزولي بحرف بي، الضغط كان مزولي بحرف بي. دونك الضغط ملي كنبغيو نحسبوا شنو كنديروا؟ كنديروا اف على اس. دونك شنو كيعنيو هادو؟ دونك غنبداو أولا بإف، إف هي شدة القوة الضاغطة وحدتها نيوتن. إلا خدينا مثلا واحد البالون، هاد أولا واحد النفخة مملوءة بالماء مثلا، هاد الماء هذا شنو كيدير؟ كيطبق واحد القوة ضاغطة على النفخة، هذيك القوة هي اللي كنمزوها بحرف إف. إذا هاد إف هذه هي شدة القوة الضاغطة، الوحدة ديالها فهي نيوتن، الوحدة ديال شدة القوة فهي دائما نيوتن. ثم عندنا هنا إس، إس بالفرنسية هي لا سيرفاس بمعنى المساحة، إذا إس هي مساحة سطح الجسم الذي تطبق عليه القوة، والوحدة ديال المساحة هي المتر مربع. دونك ملي كنبغيو نحسبوا المساحة كنديروا الطول في العرض، يعني المتر في المتر يعني متر مربع، إذا S هي المساحة وحدة ديالها المتر مربع. ثم أخيرا P، إذا P هو الضغط وحدته العالمية الباسكال، إذا P كيعني الضغط وحدته العالمية هي الباسكال. مع ان واحد باسكال، اذا واحد باسكال شنو غتساوي لنا؟ لاحظوا معايا هنا بي كتساوي لنا اف على اس، اف شنو هي الوحده ديالها؟ هي نيوتن، اس شنو هي؟ متر مربع. اذا هاد باسكال هذا شنو غيكون كيعني؟ كيعني واحد نيوتن، حيت اف نيوتن عندنا في الباس، ثم في المتر اس ناقي جوج، لانه عندنا على المتر اس اثنان، الا بغينا نطلعوا هاد المتر اس اثنان الاعلى الباس شنو كنديروا؟ كنديروا ناقص، اذا المتر اس ناقي جوج. اذا غتعقلوا على ان واحد باسكال كتساوي واحد نيوتن في متر اس ناقص جوج. اذا هذه هي التعريف ديال الضغط. اذا الضغط ملي كنبغيو نحسبو كنطبقوا العلاقه التاليه اف على اس. اذا حاولوا تعقلوا على هذه العلاقه هذه. دونك بعد ما تعرفنا على التعريف ديال الضغط وتعرفنا على الوحده العالميه ديالو هي الباسكال، دابا غنشوفوا وحدات اخرى ديال الضغط. فحال مثلا الا هضرنا على الكتله، الكتله الوحده العالميه ديالها هي الكيلوغرام، ولكن كنستعملوا وحدات اخرى فحال الغرام مثلا، فحال مثلا الميليغرام الى غير ذلك. نفس الشيء هنا بالنسبه للضغط، الضغط الوحده العالميه هي الباسكال، ولكن كاينين وحدات اخرى. دونك من بين وحدات اخرى اللي كنستعملوا للضغط كاين مثلا البار، واحد بار، واحد بار شنو كيساوي؟ كيساوي 10 اس 5 باسكال. 10 اس 5 شنو كتعني؟ كتعني 1 و 5 ديال الاصفار. اذا واحد بار كتساوي 10 اس 5 باسكال. هذه وحده اخرى كنستعملوها. كاينه وحده اخرى هي الاتموسفير، كامزوليا بي ا تي ام. اذا واحد اتموسفير كتساوي 101325 باسكال، واحد اتموسفير كتساوي 101325 باسكال. وكاينه وحده اخرى هي السنتيمتر من الزئبق، بحيث ان 76 سنتيمتر من الزئبق، هاد اش جي هي الزئبق، 76 سنتيمتر من الزئبق كتساوي لنا 101325 باسكال. اذا هادو الوحدات اخرى اللي كنستعملوهم، اذا كنستعملو البار، الاتموسفير، ثم السنتيمتر من الزئبق. هادو حاولوا تعقلوا على كل وحده شحال كتساوي. دونك بعد ما تعرفنا على الوحده، على الوحدات ديال الضغط، الان غنمروا لمفهوم اخر اللي هو الضغط الجوي. هذا الضغط الجوي فايت تعرفتوا عليه في سنه اولى اعدادي، دونك غنعاودوا نشيروا ليه هنا. اذا الغلاف الجوي يسلط ضغطا على جميع الاجسام التي تلامسه، ويسمى بالضغط الجوي، قيمته على سطح الارض هي. دابا الا خدينا الغلاف الجوي يعني الهواء المحيط بنا، هذا الهواء هذا شنو كيدير؟ كيطبق واحد الضغط على الاجسام اللي كيقيسها. مثلا الا كنت انت كتمشى على برا، الهواء كيتوج فوق المراس ديالك، هذاك الهواء شنو كيدير؟ كيطبق عليك واحد الضغط. اولا مثلا وضعتي واحد الكتاب، هذاك الكتاب كيطبق عليه الهواء واحد الضغط، هذاك الضغط هو اللي كنسميوه الضغط الجوي.
إذن الضغط الجوي هو الضغط الذي يسلطه الهواء على الأجسام الملامسة له، يسلطه بمعنى يطبقه على الأجسام الملامسة له. والقيمة ديال هذا الضغط الجوي على سطح الأرض فايت شفتوها تقريبا بي أتموسفير، يعني الضغط على سطح الأرض كيساوي لنا واحد أتموسفير اللي هي 101325 باسكال. إذا تعقلوا بأن الضغط على سطح الأرض هو 101325 باسكال وهو واحد أتموسفير. ثم دونك بعد ما تعرفنا على التعريف ديال الضغط الجوي، الان غادي نشوفوا الوحدات الجهاز اللي كيمكننا من قياس هذا الضغط. هذا الضغط دابا كاين جوج ديال الحالات، كنا كنهضروا على الضغط فقط ودابا شفنا الضغط الجوي. اذا خص يكون عندنا جوج ديال الاجهزه. دونك لقياس الضغط في جسم مائع يعني سائل ولا غاز نستعمل مضغاطا اللي هو المانوميتر. ملي كنبغيو نقيسوا غير الضغط، مثلا الضغط في الداخل ديال النفاخه او الضغط في الداخل ديال المحقن البرد الدارجة إلى غير ذلك، كنستعملوا واحد الجهاز اللي كيتسمى المانوميتر. بينما ملي كنبغيو نقيسوا الضغط الجوي، الضغط الجوي فيقاس باستعمال جهاز الباروميتر. إذا عقلوا، ملي كنبغيو نقيسوا غير الضغط كنستعملوا المانوميتر، الضغط غير ديال واحد المائع. بينما ملي كنبغيو نقيسوا الضغط الجوي كنستعملوا واحد الجهاز اللي كيتسمى الباروميتر. إذا الباروميتر يستعمل لقياس الضغط الجوي، المانوميتر فهو يستعمل لقياس الضغط فقط. إذن هذه هي آخر حاجة في هذه الفقرة هذه. دونك فقرة اللي ماشي صعيبة، عندكم حاجة واحدة اللي خصكم تعقلوا عليها أنا واللي مهمة بزاف، هي العلاقة أنه ملي كنبغيو نحسبوا الضغط اللي هو بي كنديروا اف على اس، أن الضغط كيساوي القوة الضاغطة على المساحة. هذه هي الحاجة اللي مهمة اللي خصكم تعرفوا، ثم كذلك هذه الوحدات هذو. دونك باش نعرفوا واش هذه الفقرة هذه واضحة غادي نمروا للتمرين التطبيقي. إذن كما العادة حاولوا توقفوا هذا الفيديو هذا، جاوبوا على التمرين عاد من بعد طلعوا على الحل باش هكا كتعرف راسك واش فاهم هذه الفقرة مزيان أو لا لا. إذن غنمروا مباشرة للتصحيح ديال التمرين. عندنا هنا نعتبر لوحة أفقية مساحتها S تساوي 1 متر مكعب، المساحة كمزولة بS، في موضع حيث الضغط الجوي P كيساوي 1.5 باسكال. نعطي جي تساوي 10 نيوتن في كيلوغرام أس ناقص 1. السؤال الأول يقول احسب القوة الضاغطة المطبقة على 1 سنتيمتر مكعب من إحدى وجهي اللوحة. إذن باش نفهموا هذا التمرين هذا، عندنا واحد لوحة أفقية، عندنا لوحة أفقية على هذا الشكل هذا. هذه اللوحة أفقية المساحة ديالها هو 1 متر مكعب، المساحة ديالها 1 متر مكعب. هذه اللوحة هذه كيطبق عليها الضغط الجوي، عليها الضغط الجوي اللي القيمة ديالو هو بي كيساوي 10.5 باسكال. 1.5 هي 10.5 باسكال. ثم عندكم جي من بعد غنحتاجوها. السؤال الأول شنو كيقول لنا؟ احسب القوة الضاغطة المطبقة على 1 سنتيمتر مكعب من إحدى وجهي اللوحة. إذا ما غاديش نحسبوا على اللوحة كاملة، غير 1 سنتيمتر مكعب يعني غير واحد الجزء، مثلا بغينا نحسبوا غير الضغط في هذه البلاصه هذه، غير في هذا المكان ماشي اللوحه كامله. علاش؟ حيت قال لنا 1 سنتيمتر مكعب بينما اللوحه المساحه ديالها هو 1 متر مكعب. اذا هنا باش نحسبوا، اولا غنشوفوا شنو مطلوب منا، شنو مطلوب منا نحسبوا. مطلوب منا نحسبوا القوه الضاغطه. القوه الضاغطه باش كنمزوا لها كنمزوا لها بحرف اف. شنو هي العلاقه اللي شفنا حنا قبيله؟ العلاقه اللي شفنا نعلم ان بي تساوي اف على اس. هذه هي العلاقه اللي شفنا قبيله. اذا الضغط شنو كيساوي لنا؟ القوه الضاغطه على المساحه. حنا شنو بغينا نحسبوا؟ بغينا نحسبوا القوه الضاغطه. شنو هي القوه الضاغطه؟ هي اف. اذا اف تساوي دونك انا بغيت اف هنا اس قسمه، كما كتشوفوا عندي اف على اس قسمه. ملي غنديها للطرف الاخر شنو غترجع الضرب. اذا ومنه اف تساوي بي في اس. اولا بطريقه اخرى باش نبسط عليكم غنرجعوا لهذا المثلث هذا، دونك اللي ما فهمش هنا نرجعوا للمثلث. دونك هنا عندي اف في الاعلى، غادي نكتب هنا اف في الاعلى، ثم هنا اس في الاسفل، هنا بي. ما بين بي واس كاين الضرب والاخرين كيعنيو قسمه. اذا كتلاحظوا الا بغينا بي غتغطي بي شنو غيبان لك؟ اف على اس، هي اللي كتبنا هنا بي تساوي اف على اس. بينما الا بغينا اف غتغطي اف شنو اللي غيبان لك؟ غتبان لك بي في اس. اذا اف تساوي بي في اس. دونك باش نحسبوا هاد اف هادي شنو غيخصنا؟ دونك ولدينا غيخصنا اولا بي الضغط، الضغط الجوي شحال هو 1.5. اذا 1.5 باسكال هو 10.5 نفسه. و اس شحال هي 1 سنتيمتر مكعب مربع، عفوا 1 سنتيمتر مربع. وردوا معايا بالكم هنا، هنا شنو قلنا؟ قلنا انه في هذه العلاقه هذه اف باش كتكون بنيوتن، بي باش كتكون بالباسكال، المساحه باش كتكون بالمتر مكعب.
بالمتر مربع، عفوا اعتذر، بالمتر مربع. بينما هنا المساحة أنا باش عندي، عندي بالسنتيمتر مربع. إذا شنو خصني ندير؟ خصني نحول من من السنتيمتر مربع للمتر مربع. باش نحولوا من السنتيمتر مربع من السنتيمتر مربع إلى المتر مربع، هي علاقة سهلة، إما كدير جدول ديال التحويلات أو لا تعقل عليه بهذه الطريقة هذه اللي هي بسيطة. دونك هنا شنو كتعرفوا أنتم؟ كتعرفوا بأنهم اللي كنبغيو نحولوا من السنتيمتر للمتر، هذه المعروفة، من سنتيمتر للمتر شنو كنديرو؟ كنضربو في 10 أس ناقص جوج. من سنتيمتر للمتر في 10 أس ناقص جوج، بينما من المتر للسنتيمتر غنضربو في 10 أس جوج، يعني 100. ولكن ردوا بالكم هنا، أنا شنو عندي؟ عندي السنتيمتر مربع ماشي السنتيمتر. إذا السنتيمتر مربع باش يرجع لي هذا السنتيمتر مربع، شنو غادي ندير؟ غنزيد هنا أس إثنان. دونك بما أنه زدت أس إثنان على السنتيمتر، خصني نزيدها على المتر كذلك باش يولي متر مربع. وبما أنني زدتها على السنتيمتر مربع، إذا خصني نزيدها حتى على الجوج هادو. إذا هذه حتى هي غنزيد عليها أس إثنان، وهذه اللي في الأسفل حتى هي غنزيد عليها أس إثنان. إذا القاعدة شنو غادي تقول؟ باش نحولوا من السنتيمتر مربع للمتر مربع، شنو غادي نديروا؟ غنضربوا في 10 أس ناقص جوج أس إثنان. 10 أس ناقص جوج أس إثنان. إذا شنو غتساوي لنا؟ غتساوي لنا 1 في 10 أس ناقص جوج أس إثنان، هذه كاملة أس إثنان. أس إثنان. دونك 1 في 10 أس ناقص جوج، 1 في عدد راه كيبقى نفسه. إذا هذه شنو غتكون كتساوي لنا؟ غتكون كتساوي لنا 10 أس ناقص 4. علاش؟ لأن ناقص جوج زائد جوج هي ناقص 4. إذا تطبيق عددي، تطبيق عددي، غنلقاو بأن إف تساوي بي، بي هي 10 أس 5، 10 أس 5 في إس اللي هي 10 أس ناقص 4. 10 أس ناقص 4 تساوي 10 أس 5 في 10 أس ناقص 4 هي 10. 10 ماذا؟ نيوتن، لأن الوحدة ديال القوة هي نيوتن. دونك هنا ما عرفتش واش فهمتوا هنا كيفاش درت تلقيت 10 أس ناقص 4. أنا عاود نكتبها لكم هنا، كانت عندي 10 أس ناقص 2 الكل أس إثنان. في الكتابة العلمية شنو كنديروا؟ ملي كيكون عندنا أس في أس واحد الرقم آخر، شنو كنديروا؟ كنديروا الجمع ديالهم، عفوا كنديروا الضرب ديالهم. اذا كتولي ناقص 2 في 2. ناقص 2 في 2 شحال هي؟ هي 10 اس ناقص 4. ناقص 2 في 2 هي 4، ومع ناقص اذا 10 اس ناقص 4 هي اللي درت هنا. اذا ملي كيكون عندكم اس ديال اس كنديروا الضرب. دونك احنا حسبنا السؤال الموالي من احدى وجهي اللوحه. اذا الوجه ديال اللوحه شحال هو؟ متر مربع، هو 1 متر مربع. اذا غنكتبوا نفس الحاجه، دونك نعلم ان احنا بغينا نحسبوا القوة الضاغطة. إذا القوة الضاغطة شنو كتساوي؟ F تساوي P في S، F تساوي P في S. دونك ولدينا، ولدينا غنبداو ب P، P شحال هي؟ هي 1 في 10 أس 5 باسكال، باسكال. و S المساحة شحال هي؟ هي 1 متر مربع، 1 متر مربع. علاش؟ لان اللوحه مساحه ديالها 1 متر مربع، يعني وجه ديالها متر مربع. اذا تطبيق عددي، تطبيق عددي، غادي نلقاو بان اف تساوي دونك 10 اس 5، 1 في 10 اس 5 هي 10 اس 5 مضروبه في 1 متر مربع. اذا 10 اس 5 في 1 هي 10 اس 5. 10 أس 5 ماذا؟ نيوتن، لأن الوحدة ديال شدة القوة هي نيوتن. إذا كنتمنى أن السؤال يكون واضح، غنمشي مباشرة للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول أحسب كتلة الجسم الذي يمكن أن يطبق، أن يطبق على اللوحة هذه القوة. إذا القوة اللي حسبنا احنا في على اللوحة شحال هي؟ ملي حسبناها في آخر السؤال الثاني، لقينا بأن F تساوي 10 أس 5 نيوتن. دابا شنو قال لنا؟ قال لنا أحسب كتلة الجسم، الكتلة ديال الجسم اللي ممكن يطبق واحد القوة قد هاد 10 أس 5. دونك عندنا الكتلة، مطلوب لنا نحسبوا الكتله والقوه، وعندنا الجي. وانتم شفتوا واحد العلاقه في سنه الثالثه اعدادي، وشفتوا حتى في الدرس الاول ديال التجاذب الكوني، اللي هي بي تساوي ام في جي، بي تساوي ام في جي. هاد بي شنو هي؟ هي وزن الجسم. شنو هي هاد وزن الجسم؟ هو عباره عن قوه. اذا ممكن نكتبوا بان اف تساوي بي تساوي ام في جي. اذا هذه بي ماشي الضغط، ما تخلطوهاش مع الضغط، هذه بي وزن الجسم. وزن الجسم عباره عن قوه، اذا ممكن نكتبوا هي اف، يعني هو قوه. دونك ومنه احنا شنو بغينا نحسبوا؟ بغينا نحسبوا الكتله. اذا ومنه ام تساوي هنا الجي ضرب، الى ديتها الجي اخرى شنو غتولي؟ غتولي قسمه. اذا ومنه ام غتكون كتساوي لنا بي على الجي، وبي شنو هي؟ هي اف على الجي، اف على الجي. اذا بي راه ماشي هي الضغط، ردوا بالكم. دونك ولدينا، ولدينا غناخذوا اف. اذا اف شحال هي؟ هي 10 اس 5 نيوتن.
و جي هي 10 نيوتن في كيلوغرام أس ناقص واحد. إذا 10 نيوتن في كيلوغرام أس ناقص واحد. إذا تطبيق عددي، غتلقاو بأن إم تساوي، غنعوضو إف بالقيمة ديالها هي 10 أس 5، ثم إذا نيوتن، جي هي 10 نيوتن في كيلوغرام أس ناقص واحد. غتلاحظوا أن نيوتن في البسط في المقام، إذا غنختزلو به 10 أس 5 على 10 هي 10 أس 4. 10 أس 4 ماذا؟ الوحدة اللي غتبقى لينا هي كيلوغرام، 10 أس 4 كيلوغرام. إذن الكتلة ديال الجسم اللي غيطبق لينا هذه القوة هذه على اللوحة، خص تكون الكتلة ديالو هي 10 أس 4 كيلوغرام. 10 أس 4 كيلوغرام هي شحال إلا حولناها؟ هي 10 ديال الأطنان. إذن وبالتالي دونك لتطبيق، دونك أولا لتطبيق قوة على اللوحة، تساوي تلك التي يطبقها الهواء، تلك التي يطبقها الهواء الجوي يجب وضع كتلة 10 أطنان عليها. 10 أطنان عليها، هذا 10 أس 4 هي 10 أطنان عليها. إذن باش يمكن لينا نطبقوا واحد القوة على اللوحة قد ديك اللوحة اللي كتطبقها الضغط الجوي عليها، شنو خصنا؟ خصنا نجيبوا واحد الكتلة اللي هي 10 ديال الأطنان، اللي هي 10 أس 4 كيلوغرام، ونحطوها فوق منها باش يكونوا قد في الضغط. إذن كنتمنى أن التمرين يكون واضح، هذا التطبيق ديال هذه الفقرة هذه. إلا عندكم أي سؤال أو أي استفسار ما تنساوش تخليوه لي في التعليقات أسفل هذا الفيديو هذا. كنتمنى لكم التوفيق، دمتم في أمان الله وحفظه.